السلام عليكم ورحمة الله. الدرس ده يتم فيه شرح كيفية إنشاء الاستوديو لايتنج في بلندر 3. بدأنا نفعل سكرين كاست كيز. الاستوديو لايتنج يعرف بـ 3 بوينت لايتنج، تقريبا بيتم إنشاؤه في جميع المشاهد للبرودكتس، لو أي برودكت يتم إنشاء في جميع المشاهد. فده عندي البرودكت، فأنا هعمل روتيت في الإكس 90 ديجريز وحركه بهذا الشكل في الزد. اولا هيتم انشاء الباك دروب، ده اول شيء بنعمله. فهيتم انشاء بلين سكيل داون، وبعد ذلك اختار هنا الايدج ديت واضغط لها اكسترود في الواي. بعد كده اختار الايدج وكنترول بيفل و سكيل بالماوس ويل فتكون سموث بقى الشكل. شيد سموث، وهنضيف مؤقتا وايت باك دروب او باك ماتيريال تكون وايت. طيب هنضيف الكاميرا، بعد ذلك ممكن نسمي ده باك دروب، والماتيريال ايضا باك دروب. هنحرك دي للكاميرا كوليكشن، هنضيف الكاميرا، وطبعا الأبعاد تكون vertical، يعني 1080 في الإكس والألف 1920 في الواي، ثم زومد. طيب ده كده بدون أي لايتنج، فبقى عندنا نضيف اللايتنج. هيتم بأن ده كده vertical، فهيتم إنشاء area light vertical زي كده. دي هنسميها الكي لايت. بعد ذلك الباور هنبدأ بمية، والكالر هيكون يلو. ممتاز جدا. سكيل في الزد هكذا، ثم شيفت دي هتكون دي الفيل لايت، وليكن 20، والكالر هيكون بلو. هنشوف الرندر، احنا هنستخدم سيركلز طبعا. طيب اللايت اكبر من اللازم، ليه؟ لان الاوبجكت اصلا 20 سنتي، فال 20 واط او 100 واط زياده، فهنستخدم كي لايت وليكن 10 مبدئيا، والفيل لايت 1 او طبعا اعلى من اللازم، فهنقول ان هنا 5 والفيل لايت 1 برضو. الباك دروب هنخليها وليكن بلاك، تمام جدا. لو جري نشوف، يعني اظن بلاك او لايت جري تمام. محتاجين ايضا برضو يكون فيه هنا بوينت لامب، موف البوينت ريدس بوينت وليكن 1. هنقول مثلا الكالر ريد عشان نعمل تيست فقط، نلغي دوت دلوقتي، ده كده تأثير فقط الريد، تمام جدا جدا. مع تأثير الكي، طيب هي دلوقتي اللي حاصل ان هو البوينت مضيئة للباك جراوند، فنحركها الى اريا عشان تضيء البرودكت نفسه، ممتاز جدا. ونحركها هكذا. خلينا نشوف تأثير فقط البوينت لايتنج. طيب ممتاز جدا. طيب اللايت وليكن 1،
طبعا محددة الجزء ده، والإضاءة تكون ولا يكون بهذا الشكل. مع الكيو لايت فتكون دي النتيجة. طبعا ممكن إضافة أكتر من برودكت هكذا، أكتر من فاريشن. ممكن نعمل رندر دلوقتي، او ممكن نضيف ديبس اوف فيلد، ولكن شايف ان المشهد جاهز ان نعمل رندر. الاعدادات بالنسبه للسامبلينج نختار 500 مبدئيا كتيست، بعد ذلك ممكن نزود طبعا نستخدم النويز. كفاينل ممكن نستخدم 2000 او 2500 بحيث الصوره تكون كلين، ولكن 500 كنت كتيست مناسب. التايل سايز 256، دي اول صوره. طبعا هذه النتيجة النهائية، موجود الريم لايت هنا، الاريا لايت على الجوانب، والفيل لايت بيغطي الشادو. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد. لو مطلوب شرح موديلنج لهذا البرودكت يتم، يا ريت تكتبه في التعليقات. وإلى اللقاء في عدة دروس قادمة.